للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. يقولون ما أفسدته شهور العام في أرواحنا المثقلة تصلحه أيام رمضان، فأصلحنا يا رب العالمين. اللهم زد محبتنا في قلوب عبادك، وظلل بالألفة والسكينة حياتنا. اللهم احمي حياتنا من الفرقة والشقاق والخصومة. اللهم امنحنا الحكمة لنتكلم فقط بما هو أفضل الكلم، واهدنا لنصلح نياتنا. اللهم امنحنا القوة لنتحكم في مشاعرنا وعواطفنا، فلا نجنح بعيدا عن صراطك المستقيم. نشكرك يا الله يا رحمن يا رحيم على سعادة لم يسرقها العالم منا، ونشكرك على رضا بقضائك لم تقوده الآلام والنوازل. فزدنا يا الله فرحا وسعادة ورضا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من رمضان بودكاست مع حنان عواد. النهاردة كنت بفكر إزاي طول حياتنا بنسعى جاهدين وبنحاول محاولات جادة إن إحنا نفهم الناس اللي حوالينا، وإن إحنا نفهم الظروف والمواقف، وإن إحنا كلنا بنحاول إن إحنا نتوافق مع الآخرين بشكل أفضل. وده لأن حياتنا عاملة زي المكنة، والتفاهم ده عامل زي الزيت التزييت اللي بيخلي التروس تتحرك بدون يعني ما تخبط في بعض وتزنق في بعض. بس للأسف رغم كل النوايا الحسنة اللي جوانا، برضو بندخل في مواقف بيبقى فيها اضطرابات، آراء مختلفة، سوء فهم، كلمتي قصاد كلمته، وهكذا. فهل في طريقة ان احنا نزود التفاهم في حياتنا؟ اعتقد ان ده شيء حلو جدا، لان لما هنفهم ازاي نزود التفاهم في حياتنا هتلاقي كل علاقتنا مع الاخرين بتمشي بسلاسة، من اول اشغالنا، من اول ادارة الفرق العمل، لحياتنا مع ازواجنا، لتعاملات مع أولادنا، في كل الأصعدة، في كل الأصعدة التفاهم وخلق التفاهم في حياتنا أعتقد هيسهل لنا حاجات كتير قوي. طيب التفاهم في حياتنا ده بيجي منين؟ بيجي من ثلاث أجزاء أو ثلاث أعمدة أساسية. العمود الأول هو التقارب أو الألفة. العمود الثاني وهو رؤية الواقع. والعمود الثالث هو التواصل الفعال. فالتفاهم ده عبارة عن مزيج كده، مزيج من الألفة مع الواقع مع التواصل. الألفة يعني أو التقارب يعني الإعجاب، القرب النفسي. هذا الشخص أنا معجب بيه وشايف فيه حاجات كويسة، فهو قريب مني، فبالتالي أقدر أتواصل معاه وأتكلم معاه وأقوله عن أفكاري، وفي نفس الوقت فاهمين الواقع اللي احنا فيه وتأثير هذا الواقع على علاقتنا.
فإذا حسننا هذه الأجزاء التلاتة هنحسن الكل اللي هو التفاهم. تعالوا نمسكهم واحدة واحدة. التقارب أو الألفة باختصار كده هو الحب أو الإعجاب أو العاطفة، مش شرط. أنا ما بتكلمش على موقف غرامي وحب غرامي وإعجاب غرامي. ممكن شخص يكون معجب يعني رجل معجب برجل عشان هذا الرجل يحمل صفات معينة، وهو ده يمكن اللي قالنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بيقول المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني ايه بقى؟ فانا دورت على معنى الحديث ده، فلقيت ان شرح الحديث بيقول ان المؤمن يألف لحسن اخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه، والشيء المألوف هو الشيء اللي قريب لينا. فالخير بيألف الخير، الإيمان بيألف الإيمان، اللين بيألف اللين. بنحب وبنعجب بصفات معينة في الآخرين، فده بيزود التقارب اللي بيننا، الألفة اللي احنا بنحسها. إن مثلا العدل الناس بتحبه ومعجبة بيه عشان عدله، لكن في نفس الوقت بقى الشخص اللي اخلاقه صعبة اللي طباعه سيئة، طب الناس هتألفك ازاي؟ يعني اذا انت مش مديهم سبب انهم يتقربوا معاك، ما انت اخلاقك وحشة، ما انت طباعك زي الزفت. فيعني وطبعا يعني ايه طبعا الحديث الشهير للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الارواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني لما اعجب بصفة في الشخص اللي قدامي ده بيبعث على الألفة، لكن لما يبقى فيه حاجة منفرة، ها شفته منفرة، خلاص فين بقى اقرب منك ازاي؟ وده في محيط العمل، في العلاقات الإنسانية، في الصداقة، في الجيرة، في كل حاجة في حياتنا. وتخيلوا كده كأن في مساحة نفسية بيننا وبين هذا الشخص، كلما زادت الحاجات اللي أنا معجب بيها في هذا الشخص كلما مزاد قربنا من بعض. وده يدخلني في النقطة التانية، الواقع أو إدراكنا للواقع. الواقع هو الأشياء الملموسة المحسوسة، الأشياء الحقيقية اللي حوالينا اللي بندركها بحواسنا، بنسمعها بنشمها بنشوفها بنلمسها بإيدينا. والواقع ده يشمل كل حاجة في بيئتنا الخارجية اللي جمعتني أنا وهذا الشخص في مكان، بيئة العمل، المكاتب. تخيلوا تصميم المكتب والألوان اللي بيدهم بيها المكتب وكل العوامل الخارجية دي بتأثر على علاقة الموظفين ببعض. ودي دراسة كنت قريتها وكنت طبقتها في مكان ما، ان احنا غيرنا بس تنظيم المكاتب اختلفت علاقة الناس مع بعض. وفي الأسف للأسف في الواقع بيبقى في صراع ما بين ما نتوقعه وما هو واقع. تلاقوا مثلا شخص اتنين بيتجوزوا، ده جاي بتوقعاته وده جاي بتوقعاته، لكن الواقع مخالف لهذه التوقعات. طب ازاي بقى يكون في تفاهم؟ في التوقعات للأسف ما بنحطش ان ممكن يكون الناس عندها عيوب، عندها نقاط ضعف، عندها أخطاء. بنركز على الجوانب الحلوة قوي بس، فنبقى متوقعين هذا الجانب الحلو طول الوقت. فلما بندخل في علاقة ما، زي مثلا اتعينت في شركة، بقى في مجموعة من الافتراضات في دماغي، التوقعات دي يعني افتراضات، بنصدم بقى بالواقع لان الافتراضات دي ما كانتش اتبنت على اساس كويس. حطوا بقى كمان الافعال والاختيارات والسلوك والمشاعر والكلام ده كله، اوبس خلاص التفاعل بيننا اتضرب.
وكمان التفاهم بيننا اتأثر. نيجي بقى على الضلع الثالث من المثلث. يعني التفاهم في الحياة ده لو مثلث له ثلاث أضلاع، نيجي للضلع الثالث هو التواصل. ويمكن دي حاجة أنا ركزت عليها مرارا وتكرارا، إن التواصل يا جماعة مهم جدا جدا جدا. التواصل عبارة عن إيه؟ عبارة عن رسالة جاية من شخص بيقول هذه الرسالة وبينقلها لشخص آخر اللي هو متلقي الرسالة، عاملة بالضبط زي تمرير الكورة. فاكرين لما كنا بنلعب زمان في الشارع ونمسك الكورة ونمررها لبعض، وصيادين السمك؟ لعبة صيادين السمك هي مثال وتجسيد للتواصل اللي أنا بقوله. الرسالة هي الكورة ما بين مرسل الرسالة ومتلقي الرسالة، صاحبي اللي واقف الناحية التانية اللي هحدف له الكورة، وفي النص بقى السمك اللي احنا بنصطاده. دي العوائق اللي بتعوق وصول الرسالة على أوضح صورها. والتواصل ده مش بالكلام بس، التواصل جزء كبير جدا جدا منه من البادي لانجوج اللي هي لغة الجسد. أنا ممكن أقول لحد صباح الخير، شفته حتى في صوتي، في نبرات صوتي، وأقول لحد تاني صباح الخير. شفتوا الفرق؟ في اللمسة كمان، يعني ممكن أطبطب بحنية على شخص وممكن أهبده وأرزعه وأحسسه بأن أنا متغاظ منه. فمثلث التفاهم ده اللي فيه ثلاث أضلاع مرتبطين ببعض، الضلع الأولاني هو التقارب أو الألفة، الضلع الثاني هو الواقع، والضلع الثالث هو التواصل. التلات أضلاع دول مرتبطين ببعض ارتباط رهيب. فلو حصل خلل في ضلع من الأضلاع دي بيأثر على الاثنين، وبيبقى النتيجة ان التفاهم في حياتنا بيقل، والعكس كمان صحيح. نرجع تاني للتقارب او الألفة. ما هو بدون هذه الألفة مش هيبقى فيه واقع ومش هيبقى فيه تواصل. ومفيش يعني، وبدون هذا التقارب الناس بتبقى غرباء عن بعض. يعني احنا ليه غرباء عن الآخرين؟ عشان مفيش اتصال بيننا وبين الآخرين. ولو في اتصال بيننا وبين شخص ما، مفيش هذه الألفة، لان مفيش حاجة بتشدني لهذا الشخص، مفيش حاجة بتخليني اعجب بيه، فبالتالي مش هقدر ابني مودة بيني وبين هذا الشخص، مش هقدر ابني ثقة بيني وبين هذا الشخص. عشان كده لما بي 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 يعني زوج او زوجة بيبعتولي، من اوائل النصائح اللي انا بقولها لهم، انتوا اتجوزتوا الطرف التاني ده ليه؟ ايه الحاجة الحلوة اللي كانت في هذا الطرف الاخر اللي شدتكم ليهم؟ من اعباء الحياة والصخب والكلام ده كله بننسى ليه انا في يوم من الايام اعجبت بهذا الشخص وقررت ان انا اربط حياتي معاه. لما برجع افكر نفسي تاني بليه انا في يوم من الايام اعجبت بهذا الشخص، يا ترى ايه الحاجة اللي شدتني دي، اقدر اخلق هذا التقارب وهذه الالفة، فيبتدي ركن من اركان المثلث يرتفع، فيبتدي يأثر على الضلعين التانيين. في نفس الوقت برضو، يعني ما هي اصلها برضو علاقة مشبكة في بعض، لو هذا التواصل بيننا وقع، بقت الرسالة اللي أنا بقولها للطرف الآخر رسالة مش واضحة أو رسالة جرحة، والطرف المتلقي بيتلقاها، نبتدي نبعد بقى، فالتواصل بيننا يقل، فبالتالي الألفة بيننا تقل، والإعجاب بيننا يقل، والتقارب بيننا يقل. وده برضو هيأثر على الواقع بتاعنا. الشخص اللي لما بيتنرفز بياخد فازة قدامه ولا حاجة ويروح رزعها في الأرض، هو بيتعامل مع الواقع اللي حواليه بالشكل ده عشان يعكس
انهيار الضلعين التانيين. التواصل زي ما قلت لكم مهم قوي 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 لخلق التفاهم. فيعني لو ركزنا شوية على احنا بنتواصل ازاي مع بعض، بنقول ايه لبعض، يا ترى الرسالة اللي انا بوصلها للطرف التاني. انا اتضايق جدا من الستات اللي لما مثلا جوزها يقول لها مالك يا ستي زعلانة ليه، ما انت اصلك لو مهتم كنت عرفت لوحدك. كلمة مشهورة قوي، سخيفة سخيفة سخيفة، واحنا الستات اغبية لما بنعمل الحكاية دي. لا، نرتب افكارنا. انا زعلانة منك عشان الموقف الفلاني، لما انت قلت كذا انا حسيت بكذا. مش اسيبه مع نفسه يفكر ويضرب اخماس في اسداس والكلام ده كله، وفي الاخر يزهق مني ويقول اضربي دماغك في الحيطة. برضو الزوج اللي يقولك كان لازم تفهم لوحدها. كان في شخص في حياتي كان لما يجي يتكلم على مراته ان هي ازاي مش بتعرف تعمل اللي هو عايزه، يقولي كان لازم تفهم لوحدها. يعني ايه كان لازم تفهم لوحدها؟ ليه نكلكع العلاقات؟ ليه يعني؟ طب ما انت تقول انا عايز كذا، يعني ايه المشكلة؟ وفي الاخر تبقى اغلب الزيجات في اللي يقابلها الواحد في حياته مكسورة، او اغلب الناس في الشغل مش طايقين بعض. ليه؟ عشان ما بنتكلمش بصراحة. ولما كمان احيانا لما بنرسل رسالة ما للشخص اللي قدامنا بتبقى رسالة محملة بالنواقص. تلاقي مثلا الشخص المتعالي بيكلم الناس ويبعت لهم رسالة انتوا ولا حاجة، انا احسن منكم. سوء الظن بالناس، يعني لا انت مهما قلت انا شايفاك انك كذاب. الله، طب ما اذا كان الشخص بيتلقى رسالة بهذه الفحوة، طب يعني طب يصدق ليه؟ طب يتعامل معنا كويس ليه؟ في كمان الطرف التاني المتلقي، هو كمان صفاته الكبر اقصد، والجحود مثلا، غروره، بعض الصفات المنفرة، انه بينفعل. فلو قلت لي اي حاجة هنفعل واغضب والكلام ده كله، الاستهزاء، عدم تقدير الشخص اللي قدامه. فدي كلها في حاجات في تبليغ الرسالة، وفي اشياء متعلقة بالرسالة نفسها، وفي اشياء اخرى متعلقة بتلقي الرسالة. فنظبط الطريقة اللي بنتكلم بيها مع بعض علشان تتظبط موضوع التفاهم كله على بعضه. طيب ازاي نحط الكلام ده موضع التنفيذ؟ يعني لو النهاردة خلاص عرفنا ان التفاهم في حياتنا مثلث له ثلاث أضلاع، الضلع الأولاني هو الألفة أو التقارب النفسي، الضلع الثاني هو الواقع اللي بنعيش فيه والحياة الملموسة اللي احنا بنعيش فيها، والضلع الثالث هو التواصل. أعمل إيه عشان أزود التفاهم في حياتي مع الناس اللي بشتغل معاهم أو اللي أنا عايش معاهم؟ أو أشيل إزاي الكراهية اللي بيني وبين شخص ما؟ المفهوم ده هيساعدنا قوي ان احنا نعرف ازاي نتكلم فالناس يفهمونا، ازاي ابيع منتج او خدمة بعملها، او ازاي ابيع مجهودي في شركة ما. البيع هنا قصدي ان الناس تقدر ما اقدمه، وبالعكس كمان يدوني اجر عليه. ازاي اقدم افكاري للاخرين؟ ازاي اعرف اللي قدامي بيفكر في ايه؟ ازاي اتعامل مع مديري بشكل احسن؟ اول حاجة ان احنا نلاقي شيء مشترك، او شيء انا معجب بهذا الشخص فيه، يعني معجب بهذا الشيء في هذا الشخص. ممكن
واحنا في الشغل حد يقول لنا فكرة جديدة، فقبل ما ارفضها ابص كده هنا بقى ايه، يدخل بقى الواقع، بقى ابتدي اشوف وحلل وفند هذه الفكرة بتقول ايه، وايه اللي ممكن نعمله، وليه، طب لو هي صعبة صعبة ليه. لما نبتدي نفصص الافكار ونفصص الامور اللي حوالينا هنفهمها اكتر، فبالتالي اقدر اعبر عنها اكتر للطرف الاخر. هنا جه التواصل. الواقع كمان بيشمل الحاجات الخارجية، يا ترى البيئة اللي احنا فيها، هل البيت مثلا مكركب فده منعكس على ضغط نفسي للزوج والزوجة، هل لما بنيجي نقعد ناكل مع بعض، ما هو ده بقى يعني جزء من واقعنا الأسرة مع بعضها، هل بنستمتع بالأكل ولا بنقول حاجات بتقود استمتاعنا للأكل مع بعض؟ تعالوا أقول لكم على خطوات عملية تعملوها. اختاروا النهاردة شخص حاسين إن مفيش تفاهم بينكم، أو مثلا أم مع بنتها أو مع ابنها، أب مع بنته أو مع ابنه، زوجين، زوجك أو زوجتك، مديري في العمل. أول حاجة اكتب قائمة بالحاجات الكويسة اللي فيه. هتقول ما فيهوش حاجة كويسة، ده راجل فظيع، ده راجل ما يعلم بيه إلا ربنا، ده راجل سيء، ده كذا ده كذا ده كذا. لا معلش، مفيش واحد وحش 100%، مفيش ست وحشة 100%. في دور له على محاسن، وهذه المحاسن لا تقل عن 10 محاسن. تخيلوا هذا الشخص اللي انت بتكرهه ويمكن تكون من جواك بتتمنى له أمنيات وحشة، دور له على حاجة عجباك في هذا الشخص، من أول الشكل الخارجي لغاية الكلام، لغاية الصفات، لغاية مثلا الترتيب، لغاية القوة، لغاية أي حاجة. اكتب اكتب اكتب، فكر. مش لاقي حاجة مش مشكلة، حط الموضوع في الباك بيرنر زي ما بيقولوا، وبكرة فكر في حاجة تانية، وبعده فكر في حاجة تالتة، وهكذا. بس لازم توجد شيء تعجب بيه مع هذا الشخص. الخطوة الثانية، دور على حاجة مشتركة بينك وبين هذا الشخص. شوف يمكن تكون حاجة بتحبها. الزوجة مثلا اللي بتجيني تقولي جوزي مهووس بالكورة، ودي فعلا حصلت، رديت عليها قلت لها طب ما تتفرجي على الكورة. ما بحبش الكورة، مش متعودة اني اتفرج على الكورة. جربي جربي شغله، هو حسابات وحاجات ما بفهم لهاش، اقري حاجة صغيرة، اتعلمي كلمة من الكلمات اللي بيقولها. مراتي طول النهار تكلمني على المشاكل ومش المشاكل والكلام ده، فكر المشاكل دي مأثرة ازاي على حياتك انت شخصيا، فبالتالي ما بقتش مشاكلها هي، دي بقت مشاكلكم انتم. فيبقى أول حاجة دورنا على حاجة نعجب بيها فيه، تاني حاجة دورنا على حاجة مشتركة بيننا، تالت حاجة بقى فكر إزاي هتوضح رسالتك، هتقول إيه لهذا الشخص، رتب أفكارك. أحيانا يعني بشجع ناس إن يمسكوا ورقة وقلم واكتبوا انا عايز اكلم جوزي عن الموضوع الفلاني. ابتدي بالحاجات الكويسة الاول عشان تعمل ايه، فرشة زي اللوبريكانت في المكنة، قبل ما نشغلها لازم نتأكد انها متزيتة كويس عشان التروس ما تخبطش في بعض. فطبقة التزييت دي هي الحاجات الكويسة الاول. يا ست الكل،
أنا بحب فيكي كذا وكذا وكذا، يا زوجي الحبيب أنا بحب فيك كذا وكذا وكذا، يا سيادة المدير أنا عارف إن حضرتك بتهتم بكذا وواخد على عاتقك كذا وعامل كذا وسوي كذا، يا ابني يا حبيبي أنا طول عمري شايفة إن أنت بني آدم فيك كذا وكذا وكذا، يا بنتي يا حبيبة قلبي أنتي فيكي كذا وكذا وكذا وكذا، وتكون صفات حقيقية وتكون حاجات حقيقية. عشان كده قلت لكم دوروا الأول على حاجة أنتم معجبين بيها في هذا الشخص عشان هتفيدكم دلوقتي في توضيح رسالتكم. وبعدين نقول المشكلة بدون هجوم على الشخص، دلوقتي مش وقت الهجوم، بيحصل كذا ونتيجة هذا الكذا هذه النتيجة، وده بيأثر علينا بالشكل الفلاني 1 و2 و3 و4. وبعدين بقى نقترح حلول. والله انا بقترح ان ممكن نعمل امر ما، او نتصرف تصرف ما، او نجرب تجربة ما. ايه رأيك تجرب معايا؟ ايه رأيك يا سيادة المدير لو جربنا هذا الموضوع لمدة شهر مثلا ونشوف هيحصل فيه ايه، ولو ما رجعنا لو ما حصلش فايدة نرجع للطريقة الاولانية. يا زوجي يا حبيبي فيها ايه لو عملنا كذا وكذا وكذا، تعال نجرب كده ونشوف هيحصل ايه. لو عملنا 3 خطوات دول هنزود التفاهم في حياتنا. وختاما ندعوك يا الله يا رحمن يا رحيم أن تؤلف بين قلوبنا وأن تصلح ذات بيننا وأن تهدنا سبل السلام. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا يا رب العالمين. أرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتم النهاردة بحلقة رمضان بودكاست مع حنان عواد. اتكلمت النهاردة على إزاي نخلق التفاهم في حياتنا، وقلت لكم على 3 مكونات الأساسية اللي موجودة في هذا التفاهم أو في عملية التفاهم، إزاي نخلق التفاهم في حياتنا. ومش بس كده، اعتبروا كده ان انا اديتكم واجب في اخر الحلقة، وطلبت منكم ان انتوا تختاروا شخص النهاردة عايزين تخلقوا هذا التفاهم بينكم وبين بعض. ممكن يكون مدير، ممكن يكون ابن، ممكن يكون اب، ممكن يكون زوج او زوجة او جار. بسرعة كده هقول لكم الخطوة الاولانية، دوروا على حاجة كويسة في هذا الشخص تعجبوا بيها. الخطوة التانية، دوروا على شيء مشترك بينكم وبين هذا الشخص. الخطوة التالتة، بلوروا رسالتكم وابدأوا الاول بالحاجات اللي عجباكم مع هذا الشخص والحاجات اللي مشتركة بينكم انتوا الاثنين. بعد كده قولوا الرسالة بتاعتكم واضحة بدون ما تلقوا لوم على هذا الشخص، بدون اتهامات، بدون خناق. الخطوة اللي بعد كده ان انتوا تدوا اقتراح عملي لتحسين الامر، وفرصة لتجربة الاقتراح، انه مش امر هنعمل كذا، لا ما تيجي نعمل كذا. لما يحصل ده هتشوفوا الامور اتغيرت كتير. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة واستفدتم منها. انا استمتعت بيها، استمتعت بكلامي معاكم، واستفدت كتير قوي وانا بجهز للحلقة دي، وحسيت ان في المواقف الكويسة اللي حصلت في حياتي كنت بطبق اللي انا قلت لكم عليه، ولما ما طبقتش الكلام ده الامور اتلخبطت خالص. ربنا يا رب يحسن كل امور حياتنا. اشوفكم بكرة ان شاء الله.